أهلا بيكم، حلقة جديدة من فولت بالعربي. النهاردة هنتكلم عن سوليوشن مهم جدا، وده اتكلمنا عنه أو ادينا بريف الحلقة اللي فاتت، هو السي اس فول باك أو السيركت سويتشنج فول باك. الحلقة اللي فاتت اتكلمنا إن احنا عندنا تو أوبشنز نقدر نقدم بيهم خدمة الفويس في ال LTE. كان أول جزء هو الفولتي، واتكلمنا إن شاء الله هو ده أصلاً العنوان الرئيسي للفولتي بالعربي. خلينا النهاردة نفوكس شوية عن السي اس فول باك. اتكلمنا الأول في الحلقة اللي فاتت إن أنا لازم أكون اتاتشد على ال LTE عشان أعمل سويتش للسي اس أو السيركت سويتشنج زي 2G و3G عشان أعمل فويس كول. وقلنا ان من مميزات السي اس فول باك ان هو كويك ديبلويمنت، يعني مش محتاجه انفست في اي ام اس او اي بي مالتي ميديا سب سيستم جوه النتورك تحتي. فلو حد لسه بي انيشال ديبلوي ال LTE في الاوبريتورز او في الدوله، يعني مش محتاج ان هو يبقى معاه اي ام اس. فبالتالي ان هو اي كاستمر عنده يقدر يعمل فويس عن طريق السي اس فول باك، فهو طبعا لو كوست والاكسبيرينس بتاعته بتبقى الى حد ما كويسه في البدايه، بدل ما انا انفست من البدايه في الاي ام اس. طيب خلينا نفهم النهارده بقى ازاي السي اس فول باك بيحصل، يعني ازاي ان انا اكون على ال LTE واروح لل 2G او 3G. اول حاجه عاوزين نفهم يعني ايه سي اس فول باك، ماشي؟ فاز ديفينيشن السي اس فول باك هو عباره عن زي ما نقول كده منطقة في النص أو بريدج تكنولوجي، إن هو بيخلي الناس تفضل تنجوي داتا كويسة على ال LTE، لأن ال LTE هو طبعا من ناحية الداتا أسرع من ال 2G و 3G، وفي نفس الوقت يقدروا يعملوا فويس كول على ال 2G و 3G. وزي ما حضراتكم شايفين كده في الصورة دي، إن احنا هنا هيبقى عندنا شوية حاجات أزا مانداتري يعني لازم تبقى موجودة. فمثلا ده كده الـ MSC، ده جزء الـ CS domain بتاعي، وده الـ 4G بتاعي، تمام؟ فبالتالي أنا as a mobile فأنا هانجوي الداتا على جزء الـ 4G، ولما أجي أعمل voice هروح للـ 2G أو الـ 3G. وإيه المشترك ما بين الـ 2G والـ 3G هنا؟ إن الـ MSC أو الـ core network بتاعتهم هي الـ MSC. فبالتالي أنا عشان أعمل full back هتلاقوا هنا بعض الانترفيس اسمه SGS، ده انترفيس ما بين الـ MME والـ MSC. وهنشوف دلوقتي ايه الـ prerequisite للـ CS fallback اصلا، هل في upgrades انا محتاجها، هل في مثلا الموبايل لازم يسبورت، هنشوف الكلام ده في السلايد الجاي. بس as a definition عشان اعمل CS fallback لازم الموبايل يبقى attached على الـ LTE network، وفي نفس الوقت attached على الـ CS او الـ 2G والـ 3G network، تمام؟ يبقى انا كده لازم الموبايل يبقى attached. وطبعا احنا اتكلمنا قبل كده عن فكره الاتاتشمنت، ان انا ابقى من الاخر يعني الام ام اي تبقى شايفه الموبايل، وفي نفس الوقت الام اس سي شايف الموبايل، لان هو من غير الكومبايند اتاتش ده في البي اس والسي اس مش هقدر ان انا اعمل فكره الهاند اوفر او فكره السي اس فول باك، تمام؟ طيب يبقى احنا هنا لو بنتكلم عن فكرة السي اس فول باك، يبقى هو بيخلي الديفايسز في الباكت سويتشنج، زي ما قلنا ان ال LTE هو بي اس دومين اونلي، فبالتالي هو بيساعد الديفايسز في البي اس دومين بس، ان هي تقدر ان هي تعمل تشينج للسي اس دومين. فدي اول او اهم ميزة في ان هو بيخلي الاوريدي الموبايل ده في كفرج LTE. طب سؤال قبل ما نروح نشوف البري ريكويزيت، لو انا عندي كده ادي ال 4G، ده الكفرج بتاعت ال 4G، والمنطقه دي ما فيهاش اصلا 2G ولا 3G، في 4G اونلي، فده كده السي اس فول باك هيفشل طبعا، لان انا ما عنديش فكره مثلا ده بيبقى اسمها التاك اريا او المكان ده، لازم يبقى قدامها حوالي كده حواليها لوكيشن اريا واحد، بقى لوكيشن اريا 2، ولازم الاثنين يبقوا ابديتد عند الام ام اي والام سي. ودي يعني تفاصيل ان شاء الله لو في وقت ممكن اشرحها في الابيسودز اللي جاي، بس اتليست هنا بنتكلم عن فكره السي اس فول باك، يعني ايه السي اس فول باك وازاي بيحصل. طيب خلينا نشوف كده، لو انا محتاج ان انا ابص على البري ريكويزيت من ناحيه النتورك، ايه اللي ممكن ابقى محتاجه عشان اعمل سي اس فول باك، تمام؟ طبعا بما ان السوليوشن ده
بيربط ما بين تو تكنولوجي او ما بين تو رات او راديو اكسس تكنولوجي، يبقى بالتالي انا محتاج ان انا الاثنين يشوفوا بعض، الاثنين يشوفوا بعض. فبالتالي ان اول جزء مهم هو الاس جي اس، والاس جي اس هو مش فكره جديده، هو اصلا لو نفتكر في حتى في 3 جي ان كان في حاجه عندي اسمها لو تفتكروا الاس جي اس ان، وده كان لو تفتكروا كان اسمه ايه الاس جي اس ان، وده كان مسؤول على الباكت سويتشنج في ال 2 جي وال 3 جي، وكان في هنا انترفيس ما بينهم اسمه ها لو حد بقى ناسي اسمه جي اس، تمام. فهو الفكره مش جديده ان انت تربط ما بين كور نتورك سيركت سويتشنج وكور نتورك باكت سويتشنج، يبقى هو هيفولو نفس الفكره بتاعه الام اس سي مع الاس جي اس ان، هنا هتبقى الام اس سي مع ام ام اي، هنا باكت سويتشنج هنا باكت سويتشنج، بس هنا الفكره ده باكت سويتشنج ل 3 جي وده باكت سويتشنج ل 4 جي. فيبقى اول prerequisite ان يبقى في الانترفيس ما بين الام اس سي والام ام اي، فبالتالي الام اس سيز مفروض انها يحصل لها ابجريد عشان تسبورت فكره الاس جي اس او سي اس فول باك، تمام. يبقى ده كده اول كونديشن عندي. تاني كونديشن ان يبقى الام ام اي والام اس سي والاي نود بي واليوزر اكويبمنت كل ده بيسبورت سي اس فول باك. طبعا في بعض البريكوزيت برضو على الار ان سي والبي اس سي ان هي تقدر ان هي عشان سي اس فول باك يتم يبقى في بعض الابجريدز لو انا محتاجها في حته، سواء انا شغال بقى ريليز 8 او ريليز 9 شغال ريدايركشن او بي اس هاند اوفر والميكانيزم بتاع سي اس فول باك، ودي ممكن ان شاء الله نتكلم عنها في حلقه جايه، تمام. وفي نقطه مهمه جدا قلناها في اول الحلقه وهي فكره الكومبايند اتاتش، لازم يبقى عن طريق اليوزر اكويبمنت يبقى وهو بيبعت الريكوست بتاعه لل 4 جي يبعت له ان هو كومبايند اي بي اس ام زي اتاتش، لانه في ممكن يبقى اي بي اس اونلي اتاتش او اي بي اس. انا لازم هنا اهتم بفكره الكومبايند. ليه بهتم؟ لان انا الام اس سي والام ام اي مش هيعرفوا ان اليوزر اكويبمنت حتى يبعتوا المسجز غير لما يكون الموبايل اوريدي معروف ان هو في ام ام اي في تاك اريا اي وفي ام اس سي في لاك اريا اي، والاثنين يبقوا عارفين ان الموبايل اوريدي لما بيجي له بقى النوتيفيكيشن ان هو جاي له انكمينج كول زي ما هنشوف ان هو خلاص يبقى معروف مكانه فين، تمام. فدي مهمه جدا فكره الكومبايند اتاتش. دي كده مينيمم. طبعا في الاتش اس اس عشان خاطر ان انا ابدا ابديت في تفاصيل زياده في الكور نتورك، بس هنا بنتكلم از ا سمبل يعني ايه اكتر حاجات المفروض ان هي تبقى سبورتد عندي في النتورك، تمام. طيب يبقى انا هنا وانا بتكلم عن البري ريكويزيت لسي اس فول باك، يبقى ده كده اهم الاجزاء اللي تبقى موجوده عشان اقدر اعمل فول باك من الاي نود بي لي ال 2 جي او ال 3 جي. طب تعالوا كده ناخد لمحة بسيطة إيه اللي بيحصل لو الموبايل عاوز يعمل مكالمة وهو في الـ EPC أو هو في على الكفرج بتاع الـ LTE Network، سواء بقى في الـ Ideal Mode أو Connected Mode دي قصة تانية، بس أنا بتكلم in general هو في كفرج أريا بتاعة الـ 4G وهو Connected على الـ 4G. أول حاجة الموبايل هيعملها هو هيبعت request بيسموه الـ Extend Service Request. Request ده بيطلع من الـ User Equipment يوصل للـ MME، بعد كده الـ MME عن طريق إن هي بتفتح Request تفهم إن الموبايل ده محتاج إن هو يعمل مكالمة أو محتاج إن هو يعمل CS Fallback، فبتبدأ إن هي تInstruct الـ User Equipment عن طريق الـ E-Node B إن هو تبعت له مثلا حاجة اسمها الـ RC Connection Release with Redirection للـ 2G والـ 3G. وطبعا هنا الـ Redirection ممكن يبقى فيه كذا وسيلة، ممكن يبقى Redirection Blind Redirection معناها إن أنت already خد الـ RAT أو الـ Frequency ده وروح له على طول، ودي فيها بعض الريسك إن ممكن لما بيروح Blind يبقى لو هو في هاند أوفر أو في كفرج وحشة ممكن إن هو يحصل فيلير للمكالمة دي، او ان هو يدوله بعض الانفورميشن السب انفورميشن، طبعا ده بيز على ريليز 8 او ريليز 9 ودي قصه ثانيه بنتكلم هنا في الميكانيزم بقى بتاع السي اس فول باك، بس هنا بنتكلم عن الفكره بتاعه الموبايل اوريجينيتنج. طبعا الموبايل هنا كومبايند اتاتش فهو اتاتشد اوريدي على الام اس سي، فبالتالي هو هيبدا يروح نورمالي يعمل سي ام سيرفيس ريكويست زي ما كان بيعملها في النورمال كول عادي. دي طبعا في تفاصيل، طبعا لو بنتكلم على layer 3 messages end to end في تفاصيل كتير، بس هنا كده
بريف بسيط عن اللي بيحصل لما الموبايل يجي يعمل اوريجينيت كول، يبقى اكستند سيرفيس ريكويست، دي مسج مهمه، ار ار سي كونكشن ريليز ويز ريدايركشن انذر امبورتنت مسج، واخر مسج هي سي ام سيرفيس ريكويست. طبعا في ا لوت اوف مسجز بتوين بقى الانترفيسز المختلفه، يعني ما بين الاي نود بي والام ام اي، وما بين الموبايل والاي نود بي، وما بين الموبايل والبي تي اس او النود بي والام اس سي. طبعا في ده كده اللير 3 مسجز او ان جنرال الناس مسجز، بس هنا ده كده بريف عن القصه. تاني جزء هو الموبايل ترمينيتنج، وترمينيتنج يبقى مكالمه جايه لي والموبايل اوريدي فين، هو اوريدي على الام ام اي، ولكن عشان دي مكالمه انكومينج كول فهتجيله عن طريق بيجنج مسج عن طريق الام اس سي، والام اس سي هتبعتها له عن طريق الام ام اي، فبالتالي هنلاقي هنا البيجنج اوفر اس جي اس اس، يعني معناها الام اس سي بتستغل الام ام اي عشان تبعت المسج بتاعت البيجنج للاس جي اس. وطبعا بما انها بيجنج مسج فيها انكومينج كول، فبالتالي يبدا الام ام اي انستراكت او ينديكيت اليوزر ايكويبمنت ان هو يبدا يعمل فول باك، ويبدا بعد كده الموبايل يروح لل 2G او 3G، وفي الاخر ان هو يبدا يريسبونس للبيجنج اللي جت للام اس سي از نورمال لو هو كان 2G او 3G عادي جدا. تمام، طبعا هنا في بعض الاوبتمايزيشن بتحصل في فكره، اولا الميكانيزم زي ما قلنا كده بي اس هاند اوفر ولا بلايند ريدايركشن ولا ريدايركشن ويز ميجرمنت ولا and so on. في ميكانيزم كتير، دي جزء اوبتمايزيشن بتحصل. التايمرز نفسها بتستخدم في الميكانيزم ده. من ضمن الحاجات كمان اللي ممكن ان انا اوبتمايز هير هي فكره الكولوكيشن. ليه؟ لان مثلا لو انا بلايند هاند اوفر وانا ما فيش اصلا في ميسنج هاند اوفر ما بين ال 2G او 3G، طبعا ده هيؤدي لي لفيليرز كتير. فبالتالي هنا في الاوبتمايزيشن في قصص كتير بتحصل في الموضوع ده. طيب بالنسبه للاس ام اس، طبعا احنا بنتكلم كفويس كول وفويس اوريجينيتنج وفويس ترمينيتنج. انا هنا عندي في الاس ام اس، لا الاس ام اس الدنيا مختلفه، انا مش لازم اصلا اليف او اسيب ال تي اي نتورك، انا ممكن ابعت الاس ام اس اوفر اس جي اس، ونفس القصه في الترمينيتنج ان انا ممكن يجي لي الاس ام اس ثرو الاس جي اس. تمام، بس فده كده كان بريف بسيط عن فكرة السي اس فول باك. ليه محتاجين السي اس فول باك؟ قلنا عشان اعمل initial deployment لل LTE without invest more money و time و deployment في ال IMS. تاني حاجة ال voice call سواء originating و terminating، في بعض prerequisites اتكلمنا عنها زي combined attach، زي اليوزر اكويبمنت والام ام اي والام سي والاي نوت بي سبورت سي اس فول باك، وفي نفس الوقت يسبورت الاس ام اس اوفر اس جي اس الام ام اي والام اس سي. واهم جزء هنا نفتكره ان هو دايما لازم نفكر في السوليوشن او الميكانيزم بتاع سي اس فول باك الاحسن، سواء ريدايركشن ولا البي اس هاند اوفر، يعني يبقى في لو الهاند اوفر بعد كده اعمل المكالمه، ولا ان انا فروم ايدل كده ان انا ابدا براندوم اكسس ابدا اعمل كونكشن ريكويست، ودي ممكن نتكلم عنها في حلقه من الحلقات واحنا بنتكلم ان شاء الله عن تفاصيل سي اس فول باك. شكرا ليكم، وما تنسوش طبعا لو انتوا على اليوتيوب دلوقتي تعملوا لايك وسبسكرايب وتحكوا لاصحابكم عن البلاي ليست بتاعت فولتي بالعربي، وفي قبل كده برضو بلاي ليست ال 5G بالعربي. دي الكونتاكت بتاعتي سواء الايميل او الفيسبوك بيج او لينكد ان بروفايل او البيج بتاعت لينكد ان بتاعت مانعم تك، والايميل بتاعي والويب سايت. شكرا ليكم، واشوفكم الحلقه الجايه من فولتي بالعربي. سلام عليكم.